بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم، تنتلقاو من جديد في حلقة جديدة. مبارك واشركم ورمضان مبارك. هاد الحلقة اللي دارت اليوم، هاد الحلقة اليوم حديث، هي حلقة فيها جريمة ولكن هو حديث بيني وبينكم. واحد الظاهرة ولات عندنا في المغرب خطيرة بزاف، ولا ما داروش لها حدود تقد تسبنا واحد مشكل من أكبر المشاكل اللي يمكن تعرفها الدولة. بلا ما نبدا قبل ما نبدا، لان هذا الشيء، هذه الحلقه قريت المسطره وكتبت وسجلت الباح في الليل باش نوجدها لكم اليوم. فيها الخدمه، وتعرفوا هذا اليوم، هذه الايام ديال رمضان، حلقه في النهار، راكم عارفيني كاين واحد الضغط كبير عليا والله شاهد، ولكن اجلكم ما كاين حتى شي ضغط. اعطينا كلمه واعطينا عهد كيما ذاك العام باش رمضان كله نخدموا، رمضان كله نخدموا حتى يدوز رمضان، الله طول العمر اللي بغى نسرح ديك الساعه. قبل ما نبدا، كاين واحد السيد سميتو الطالبي حميد في القنيطره، الطالبي حميد. هذا السيد عنده واحد المحل سميتو أومنير اوتو، تيبيع الطوموبيلات المستعمله. هذا السيد هو من الريس وساكن في الرشيديه، وعنده هنا الاقامه في قنيطره، والعمل ديالو هنا في قنيطره. هذا السيد هو من لي فان ديالي، لو بارين ديال لي فان ديالك، هو الكبير في لي فان ديالي، هو اللي في الريش ولا في الرشيديه يتحدث عليا وقلنا متبعوه وتفرجوا فيه وكذا. وجا عندي واحد المره وزارني، وجا مره اخرى عاوتاني وزارني وتيبغيني هذا السيد هذا، وتيقول لي انت مشى الرشيديه في القهوه، تنقول تفرجوا في الخراز، تيقول الناس تفرجوا في الكره، شوفوا الخراز راه مفيد، راه كذا. وصلني هذا الخبر هذا، قال لي علاش؟ قال لي ما شفتش انا شي حاجه فيها الافاده اللي شفتو فيك انت واللي سمعت من الحلقه ديالك انت. انا ما تنديرش تحقير الجرائد الاخرى ولا المواقع الاخرى حاشا من عند الله، او باش نشكر في هذه القضيه هذه، اللهم لك الحمد، كل واحد راه عارف المستوى ديالو. ولكن هذا السيد هذا حسب ما قالوا لي الناس هو العمده ديال لي فان ديالي في الرشيديه وفي الريس. وهنا تنحيي الناس الرشيديه والناس دريس، والناس عرفوا الناس الريساني، عشت معاكم وشتكم مشيت عندكم، ناس ديال الدين. تنقول لهاد الناس هادو سيروا شوفوا هاد المدن هادو، سيروا شوفوا الناس كيفاش الدين بعد عندهم، الدين كيفاش الصلاه عندهم تتبدا تما، الدري يبدا يصلي 12 عام تيبدا يصلي، 11 عام تيبدا يصلي. لا هادشي ما فيش كذوب، ما فيش لعب. تنحييكم اسيادي، وتنحيي هاد الناس ديال هاد المنطقه هادي، والله يخليكم لينا، وتنحيي الصديق ديالي السي طالبي حميد. وانتم بداو في الحلقه ديالنا. درت قدامي ورقه، انا مانيش ندير ورقه ولكن مضطر باش ندير قدامي ورقه على هاد الحلقه هادي. فاس، مدينه فاس، بدايه الثمانينات اواخر السبعينات، كانوا واحد جوج فرق الكره معروفين في فاس، كانت اتحاد مولاي عبد الله والوداد الفاسي، جوج فرق. فرق بيناتهم غير حي الملاح، هما في هذا الحي وهذا الحي. وهنا تنقول في كل مدينه في المغرب ديما كانوا فاش كانوا داك الفرق ديال الاحياء، قبل ما نعرفوا حنا الفرق الرسميه اللي ولات دابا، يلاه بدات النشأة في اواخر الستينات بدايه السبعينات، بداية الثمانينات عاد بقيت تكون عندنا الفرقي بصفة رسمية، وتصوبت الجامعة كرة القدم وكذا وكذا. بكري كانوا كل مدينة تلقى فيها واحد جوج فروق، وما عرفتش علاش جوج فروق، ليه تلقى ثلاثة فروق؟ بحال الدار البيضاء كانوا فيها أربعة الفروق، القنيطرة كانوا فيها جوج فروق، الكاك والنهضة، النهضة والكاك. فاس كانوا فيه اتحاد مولاي عبد الله والوداد الفاسي، بداو كأولاد الأحياء فروق ديال الأحياء، وتطوروا حتى ولاو فرق تابعين للجامعة وهذا. وكان هادوك الفراقي من تيتلاقاو بعضياتهم، وهنا غنقول على القنيطرة اللي عشتها، كان من تيتلاقاو وشي وحدة تغلبت ولا شي وحدة ربحت، تيبقى العام كله هذا الجمهور، شاد في الجمهور بالقشابة وبالضحك وكذا، تيضحكوا عليهم العام كامل. كان انتصار ولا الخسران كان أزالي بالنسبة لهم. حنا كانوا عندنا جوج فراقي معروفين قبل الكاك وقبل النهضة، كان أطلس والرياض، كانوا جوج سينمات، سينما أطلس وسينما الرياض. نهار تيتلاقى ولاد الأطلس مع ولاد الرياض، وواحد التيران غير التراب، كان واحد التيران الكرة كان فيه غير التراب. من تيتلاقاو راه قنيطرة كلها تجيل تما،
وشحال كانوا ديال الامن تلقى بوليسي مخزني، بوليسي مخزني، ما كاين هادي، ما كاين صداع، ما كاين مدبزه، ما كاين شغب، تلقاو بعد مشادات كوكب. كاين الناس بكري كانوا الناس كلهم تيسعوا للخير وكلهم تيدخلوا في اي واحد في اي تدخل ما تيخرجوا لك الدراري تيخرجوا مصالحين. هذه هي اللي عرفنا الكره ديال بكري. كما قلنا كانوا جوج الفروق، ولاد فاسين تيعرفوا هادشي، مولي عبد الله اتحاد مولي عبد الله والوداد الفاسي، هادو فروق الوقت اللي كبروا ولاو فروق كبار بسلم وسلام. ولا منهم الشباب ولا منهم الكادي، مثلا الكادي الجونيور كذا كذا كذا، واحد النهار الشباب، الشباب ماشي ماشي السنيور ماشي الكبار، الشباب الصغار، الشباب ديال مولي عبد الله داروا ماتش مع ديال الوداد الفاسي. هذاك الماتش وقت ديال الماتش وقت ديال المباراه جوج لعابه نوشوا بعضياتهم دازوا بعضياتهم، هنا الحكم خرجهم بجوج. الملعب اللي كان ديك الساعه هو ملعب ديال المريني، راه تعرفوا بكري كان سميتو ملعب المريني وقيل عندي هنايا، من بعد تحيد داك ملعب المريني، المريني ولاو شي اربعه ولا خمسه ديال الملاعب سميهم الملاعب السعديين، ولاو فيهم وشوشبه وفيهم الكازون فيهم داكشي. من بعد هذا كان كان فين كانوا تيلعبوا هما كانوا في ملعب المريني، ملعب المريني كان غير حمري، غير حمري والرمل ما كانش شي هذا، وكان دار به واحد السلك مدورين نوبي بكري. هادشي اللي كان كانوا الملاعب تيدوروا عليهم واحد الحديده دايره والحديد ولا السلك صافي. هادوك جوج لعابه اللي تخاصموا بعضياتهم خرجوا من الاربيط، لما خرجوا من الاربيط بقاو في مشادات لسانيه بعضياتهم، هذا تيتخاصم مع هذا، هذا تيتخاصم مع هذا، ناض واحد. وكان ديك الساعه تيتفرجوا حتى الكبار حتى السنيور الدراري الكبار واللعابه الكبار ديال الفرقتين حتى هما تيتفرجوا بيان سور حاضرين حتى هما. واحد سميتو انا ما غنسمي سميتهم واضحه، هما غيعرفوني ويعرفوا سميتهم، ماشي 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 شي حاجه خايبه، ولكن خلينا نبدلوا لهم شويه سميتهم او نديروا اسماء تقريبيه. واحد سميتو حميدو من اللعابه ديال 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 احد الفريقين، بدا تيهضر مع واحد ديال الفريق اللي ضده، هما تيتخاصموا لان اللعابه بكري كانوا تيخرجوا ماشي غيمشيو للفيستير، ما كانش فيستير تيخرجوا غير تما وسط الناس، حوايجهم بسي كانوا محطوطين وسط الناس اللي كان فيستير ودوج وداكشي. بقات واحد تيعرف واحد ناد حميدو قال وحده ما تسبش لي والديه، ما تسبش لي والديه، قال لي سب لي والديه، قال ما سبش لي والديه. شدوا بعضياتهم، داك حميدو مشى لواحد الدري من دوك الاعداء اللي هما ما نقولش الاعداء الخصوم ديالهم، تشد معاه، جا واحد اللعاب سميتو جلالي، سميوه جلالي راه يعرفوا الناس جلالي. جا واحد اللعاب سميتو جلالي، وهذا جلالي كان كوستو، حميدو كان قصير مفورمي غليظ، جلالي كان هو الطويل فرقتين في الفرقتين بجوج لا اتحاد مولي عبد الله ولا الوداد الفاسي، كان كان صحيح. شد هو حميدو، هو شد حميدو، هو هو قرطي دار لي هكا، شد حميدو قرطه بقى شادو. ناض واحد اللعاب تيلعب مع الجلالي من الفرق الجلالي، عنده واحد الصباط قوداس ديال الكره من حذاء رياضي، هو يبدا يضرب هذاك شادو، دابا جي شادو، شاد حميدو والاخر هز هز الصباط وبدا يضربوا الراس، والصباط كان فوق الكرامبوات، ما كانش كرامبوات بحال دابا ديال البلاستيك، كان كرامبو ديال الصباط كانوا من الحديد، ضربوا ضربوا شي سته ولا سبعه الضربات، الناس تيجوا تضربوا فرقوا مع عباد الله صلاه النبي. مي حميدو طاح في الارض، بقى طيح في الارض، هذاك احمد سلت، الجيران يبقى واقف تما تيجروا عباد الله زيد يا ما تزيد، دخل البوليسيون المخزني، كان غير بوليسيون المخزني، شفت انا تنجبد هاد الهضره، شوف باش يكون جمهور ديال المدينه ديال جوج فروق ديال فاس كامله حاضره ويكون بوليسيون مخزني. وانا جاي الهضره علاش هاد الهضره كلها على هاد الشيء هذا، على هاد البوليسيون المخزني حاضرين في مباراه كره القدم ديال المدينه، هازه المدينه. هذاك طاح تما، طاح تما، جون لومبيلونس هزوه داوه، داوه مات، الله يرحمه مات، مات، كان هذاك مع الخنقه الاخر مع الضرب مات. ما مات دار تبوم فاس، مشاو شدو الجلالي تلقى عليه القبض، وتشدو احمد حميد او حميدو مات الله يرحمه، مخلي مرأة
عتزوج بها ومخلي وليد. هنا تشدوا تقدموا المحكمه. تقدموا المحكمه بداوا الفروق المكاتب ديال الفرقتين، الفرقه عندها مكتب، هذه الفرقه عندها مكتب. كما قلت لكم ديك الساعه بان اتحاد مولى عبد الله وبان وداد فاسي ولاو فروق اعترف بها وداك الشيء. الفروق المكاتب ديال الفرقتين بقاو تيقلبوا على الصلح. بقاو تيقلبوا على الصلح تيشوفوا كيفاش يخرجوا هذوك من الحبس. الاخرين بقاو الحبس واحد المده وباقين في التحقيق، باقين في التحقيق ما حكموش عليهم. بقاو تيقلبوا على الصلح. فعلا توصلوا للصلح، اي ان الزوجه ديال المرحوم غتنازل مقابل غيشراو لها واحد الدويره تسكن فيها. قبلات المراه ما كانتش عندها سكنه، قبلات وشراو لها دار، شرات لها دار وعطاتهم التنازل. التنازل استفد منه الجلالي، هو الاول اللي خرج من التحقيق من بعد واحد الشهور ديال السجن. ولكن بالنسبه احمد اللي كان تيضرب الصباط بقى ركزوا معايا، اللي بقى يضرب الصباط بقى مشدود حتى دوز 3 سنين ديال الحبس وخرج. الجلالي دبروا ليه في خدمه بقى خدام. احمد بقى مع المكتب ديال الكره، اليوم غدا اليوم غدا، ومسكين في الاخر توفى. توفى ما كاينش نقول كيفاش توفى. توفى واحد كما تيقولوا دوز ايام شويه خايبه وتوفى الله يرحمه. والجلالي باقي الان تنشوفوه الناس تعرفوه، تعرفوه بالطيبوبه ديالو بالرجوله ديالو بالمعقول ديالو. كتب عليه الله ما كتب طيش الشباب وكذا، والنفس بكري كانت نفس عندهم وهذا كتب ما كتب. ولكن اليوم باقي تهضروا عليه الناس. واحد راجل كبير، واحد راجل من العمالقه ديال الكره في مدينه فاس، وكان مربي احسن تربيه، وتنحييك تنحييه من هذا المنبر هذا، ولا غير قصته وغيفهم ليك باني هضرت عليه. علاش جبدنا هذه القضيه هذه؟ علاش جبدناها؟ رغم هذاك الشيء اللي وقع ما بين الفرقتين، رغم ان البوليس كان غيبوسي مخزني، رغم ولكن ما نرضش فوضى، ما نرضوش هاد الفرقه تدابز مع الفرقه واعطيني نعطيك. وقالوا بان الماتش كمل كما كمل عادي، وما نرضش الناس تدابزوا وهاد الحومه تخلوا هاد الحومه ويضربوا. ما كانش، كانوا شباب مربي. كانش شوف على قضيه وقعت قدا قداش، وواحد الجمهور ديال فاس كله حاضر وما وقع والو، ومشاو الناس في حالاتهم، وهادو مشاو للمحكمه تعتقلوا اللي وقع راه قلت لكم. اليوم هاد الشغب اللي ولى عندنا في الملاعب، هاد الماتش الاخر، المصيبه الاخرى اللي وقعت لينا ديال فاس مع الجيش الملكي في الرباط، وداك الشيء اللي وقع وداك الشغب اللي وقع ودوك السيارة تيترسو ودوك البوليس اللي كلاوها، اللي بوليس مشات لعينيه عاون مستديمة وبوليس ترسو من يديهم، اللي شفنا حنا شفناه هكا تنشوف تنتفرج في التلفزيون تنشوف البوليس غاديين هربانين، البوليس غاديين هربانين والجمهور تابعهم تيضربهم. وقعت في الدار البيضاء، وقعت في مراكش، وقعت هذا الشغب هذا اللي ولا كارثه، حتى ان المدير العام للامن الوطني عينت والي الامن باش يتكلم، باش هو اللي وقف على مشاكل الشغب، ويقابل هو كل ما خصو يحضر بالكيب ديالو بالناس ديالو بالروينه ديالو. الكاميونات ديال المخازنيه والكاميونات والطوموبيلات ديال البوليس والمدينه اللي فيها هذاك الشيء، تيقولوا للعسكر باش يبقاو لارت ما يخرجوش في ذاك النهار. ما كاش كيسباس، اش وقع صاحبي؟ اليوم الناس اللي حدا الملعب ديال الكره، الساكنه ديال الملعب اللي حدا الكره، نهار الكره ما تيحلوا لا حوانت، ما تيخرجوا ناس تيهدوا تراجمهم، صلاه على النبي. لان تما غتكون فوضى، الحانوت غيدخلوا يبرزطوا، يديوا ليه الماكله فابور، شي واحد تيبيع شي حاجه غيخليوا يضربوه. ونقول لكم واحد القضيه. اليوم الدخل 100 درهم و 200 درهم ما عرفت داك الشيء، غالي التير باش يدخلوا ليه. واليوم القاصرين تيبقى يقلبوا على الفلوس. الدراري القاصرين اللي هما 50% جا المشاكل من عندهم، هاد البراش هادو المشاكل ديال الشغب من البراش. وراك شتي شحال من مره تشدو، شحال من مره تشدو براش. والضربه الاخرى شحال من برهوش مشدود، شي 80 برهوش اللي مشدوده، ومهم مواتهم قدام الباب ديال ديال الكوميساريه، ومواتهم قدام باب ديال المحكمه. دوك العيالات اللي انا شتهم قدام المحكمه واقفين، اش من نوع العيالات الاميه والجهل
طريقتهم بالهضره وصدرهم دايرها ديك الجلابات ومتحازمين الدرون عرفتهم عندهم دوك البنات لابسين كسوا لابسين بيجامه النعاس هازين دوك كيما تنقول ديما دوك البزاطم في يديهم وتيهضروا. انا ولدي بعدا ما مشاش لتما. انا ولدي انا ولدي بعدا اللي شدوه غير صغير عنده 14 عام وانا ولدي سخرتو عند عمته ما قالش يمي غادي للكره كلهم تيبرأ أولادهم قدام باب المحكمة. وأنا ولدي بعدا في الكرة أنا مصي تنقولي دخل تفرج ورجع في حالك. وأنا أعطيتي 100 درهم تيا أعطيتي 100 درهم وصيفتي أنت تفرج كرة أعطيتي 100 درهم أنت وصيتي أوليدي جلستي معاه وقلتي لي أوليدي غنمشي للكرة عندك أوليدي دير دير هذا يتما في راسهم ما يعاودوا. بزاف العائلات سيرتو الأمهات تيوقفوا قدام المحكمة وداك الشيء وهما في ما يعاودوا والله ما متبع ولدها ولا عارفة أش تيدير تتسمع راه البوليس شدوه مردوه الدوله البوليسه ما كاينش عندي غيتحكموا دابا واحكام متفاوته غيتحكموا غيمشيو للحبس وكاين اللي تحكموا مشاو للحبس ومرتهم قدام البيبان في الزرايا. بغينا السي الحموشي لا السي الحموشي وبغينا سيدنا شنو بغيتي سيدنا وسيد الحموشي تطلق ولدك طلقاه دري عنده 14 عام 15 عام طلقاه سيبه طلقاه يمشي يتفرج في الكوره ويتفرج ويمشي مع بويه يمشي مع واحد اللي يحرسه مشي تفرش الكورة وهرس الطموبيلات ويديروا مشاكل. واحد لقى واحد الدري هو دخل غادي يدخل المباراة الكورة شوف 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 فين وصلنا. واحد لقى دخل التيران لقى واحد الدري قال لي عمي دخلني معاك عمي دخلني معاك دخينا قطع الدري ورقة ان الدري ما عنده نبه معه لا والو قاصر جاي الكورة قطع الدري ورقة ودخلوا معه وجلسوا في التريبيل وجلس معه ومن سالة قال ليه أتمشي معايا نوريك أنا في سكن من تبغي تمشي الكرة هذه المرة نوز عندي نديك شرع لي شي حاجة تمام من تيران وده من خرجه ده الدري هو شنو فرناتشي دخل الدري أو يغتصبوا اغتصبوا مزيان وخرج عليه وتلقوا وسد المحل. هذاك خينا الدري مشار دارهم حالته حاله قالوا ليه مال قال لهم كذا كذا السبيطار قال ما الدري راه خرج عليه شي واحد قال لهم نوري لكم مشاو وري عليهم ما لقاو كاع ديك الفرناتشي هرب ما لقاوش. واش كان شوفوا التجاوز البوليس موقفوا وشافهم او بقى ديال الاحتياط ديالو هرب ديك الفرناتشي من الفران قال لهم ولي خدام معايا شحال هادي قال لك اسيدي هو من واحد ديال ما عرفتش ديك المدينه وكذا وكذا عرف حالته. اليوم عدنا تمك تغوت قدام المحكمة وتغوت قدام البوليس وتقول لهم أنا ولدي تكرسوا عليه وبغيت سيدنا وبغيت المحكمة وبغيت تكرسوا عليه في كان ولدك في كان ولدك ما واحد تخلص عليه وتيديه وتيدخله في كان ولدك في كنتو في كنتو في كنتو في كنتو انتو ما هذه العيالة اللي تحلوا فمكم في كنتو توقفوا قدام المحاكم وتغوتوا وحدين غادين بدك الشغب خارجين من التيران ديرين داك الشغب وتيغوتوا فاض 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 وغادي يلقاو واحد الطوبيس لقاو واحد الطوبيس مع البوليس كانوا تابعينهم وقفوا الطوبيس وطلعوا كلهم من الطوبيس. واحد البنات كانوا طالعين في الطوبيس مع الدروج طلعوا دوك البنات تبعوهم من اللور دفع ايام دفع واحد البنت بقات تتغوت 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 دخلوهم الطوبيس داكشي مور الطوبيس اجدر هبط من الطوبيس هبط شاف شي تغوت في الطوبيس وتلا الجاج وشي وحدين بقاو تيبروفيتي وتيديو العيال البورطاب ديالهم مور الطوبيس دخل الطوبيس وقفوا البوليس قلبوا كل واحد راه في جهه بقات البنت طايحه البنت قد جبدها طيحة في الأرض هزوها مسكينة صخفت ما صخفت عيط الأمبيلونس دوا السبيطار أش وقع هذيك البنت طالبة عازبة أش وقع شي واحد افتض بكرتها بيدو افتض بكرتها بيدو افتض بكرتها بيدو نعاودها ثلاث مرات ونزيد نأكدها كانت عزبة ولا تبرا شي واحد دخل يدو البنت لابسة كسوة وشي واحد مع الزعم دخل يدو اش دار فطد البكره ديالها والبنت تغوت وبنت عامر واحد الشغب الملاعب العنف الرياضي شنو غنسميوه شتو الضربه ديالنا كي دازت ديال الملعب ديال مولاي عبد الله شتي التحشيمه اللي جاتنا شتي التحشيمه وديالنا يهضروا فينا من اجلنا هذا الشيء وحيت البوليس مكتفين الحقوقيين ومدير العمل الوطني تقول ما ودي راه هذه حفله هذا راه عيد عيد الناس ديال الامن رؤساء الامن تيكون واحد الكره تقول اليوم شوفوا هذا حسابو عيد بحال فاتح ماي تيكون فاتح ماي راه عيد راه ماشي مظاهرات وتقول لهم هاد الكره راه عيد
عيد عند المدينه وتمشيو كابوليس حضاريين وتمشيو كابوليس ماشي باش يضربوا الناس. ولكن شوف رد الفعل ديال 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 المشاغبين شنو رد الفعل ديالهم. الدوله سمحت فهاد كلية دوك صحاب نيلترا لي زيلترا الدوله سمحت لهم باش يكونوا. هذه هذه افكار مستورده جاتنا ديال زيلترا وزيلترا وزيلترا الحمد لله هما جمعيات اللي استطاعوا باش باش ياثروا الجمهور وباش يمنعوا باش تكون شي كلام يبقى يقولوا خايب وعلى ربيط وكذا وكذا. وداروا داكشي زوين وتيصابوا اللافتات وتيصابوا داكشي وتيصابوا داكشي كله وتعاونوا الشرطه وتعاونوا حتى هما تغلبوا. وانت نحيي من هذا المنبر الناس ديال الزيوترا وتنقول هذوك الدراري خصنا نعطيهم دي براسار نعلقوا لهم هنا نمركوا الكور نعلقهم دي براسار باش تهم يكون تدخل يدخلوا يجيو بجنب البوليس ويتفاوضوا مع اللعابه ويحميوا البوليس ويحميوا الناس وينقصوا من الشغب ماشي نخليهم ساكن. بعض المرات شي واحد من الليترا كان هو تيدافع وتيهادوا مع الامن وكذا تلقاهم حتى هو مشدود بغى يشرح لهم ما لقى ما يشرح لهم خصنا نديروا دي براسار نعرفوا هاد الناس معانا وتيحميونا تيديروا تيديروا وتأطروا. ومعمرنا شفنا من زيلترا داروا شي حاجه خايبه في البلاد عمرنا شفناها. وانا مع زيلترا وانا مع الشباب اللي تابعين زيلترا وتنحيي زيلترا في المغرب كاملين انهم علاش جاوا هاد زيلترا علاش جاوا هاد الجمعيات باش ينظموا الجمهور باش يوجهوا الجمهور باش يساعدوا الامن في التيرانات. للاسف تهم مساكن ولاو مغلوبين. شكون اللي دار هادشي؟ البراحش البراحش. انا نقول لكم كنت انا قلتها واحد المره كنت انا في البياج البياج دخلت لواحد القهوه ديال الاستراحه شي فرقي ديال الكره غادين شي جمهور ديال الكره غادي جمهور ديال الكره غادين واحد الطوموبيلات عامرين وبقاو الخراز وتبارك الله عليك واسي الخراز واحد خينا ويقول فيه واحد الكلمه خايبه هنا في قنيطره. وانا نطلع طلعت لديك الطوموبيل قلت السلام عليكم الله يرحم باك شكون اللي هضر شكون هذا اللي شتم فيا شكون هذا اللي شتم فيا. هو يقول لي واحد خينا قال لي هضر صاحبي هضر مع ماك ساك انت اللي شتمتي فيه. هو يقول لي اخو سمح لي با خرج خرجته وانا نشوف فيه واش من واش من. قلت له شتي هذا اللي غادي معاه هذا هو الشغب شتي هذا اللي غادي معاه هو اللي غيديكم للحبس انتم ولاد عائله شوف هذا اللي غادي به شوف هذا شوف مع من غاديين شوف مع من غاديين هذا راه تيقلب غير الحبس وغادي يسرق وغادي يدير مشاكل. هنا تنقول وتلاحظوا واحد القضيه حنا تنقولوا السن الاجتماعي تنقولوا خليهم اودي السن الاجتماعي واخا حتى يدير الشفوضه شويه هكا كوش دروات السن الاجتماعي تنقول ما خصنا صلاح. وتنشوفوا اليوم تريبورتور عنده في لاسيونس جوج الناس غادي للتيران تريبورتور هز 20 ديال الناس تريبورتور وغادي في الطريق شي تيغوا شي تيقول شي مرا ديال او عاد مرا البنات والبنات وكذا والموميس وهذا يعايروا ويسبوا مورين الطوموبيلات ساكن تيتخلعوا. تنشوفوا دوك الطوموبيلات اللي تيهزوا اللي تيهزوا دوك الطوموبيلات ديال نقل المستخدمين ولا كذا تيهزوا هز 40 50 غاديين ودير ديك اللافته زعما ديال الجمهور وغادي نبيع. اش معقوله هادي شنو زعما نخالفوا الامن حنا؟ انا خص ان البوليس انا ماشي كل مره تندافع على البوليس زعما ما غندافعش على البوليس خص البوليس يدخلوا الا عنده تريبورتور هز لنا 20 واحد شد تريبورتور اسيدي صافي صلاه على النبي ولي تقلب شحال من تريبورتور تقلب خلينا حادثه تسير شحال من طوموبيل تقلبت طوموبيل هز 40 ولا حيط الكره حيت هما تيقضيو على البوليس تيوقفوا تيقولوا الشاف والشاف تيبقى يبرزطوا فيه تيقول ما خصيت تبرزيط ولكن حاجه مخالفه للقانون حاجه مخالفه للقانون مخالفه للقانون السير خص هادشي يتحذف. نأتاكيو هاد المواضيع نهضرو في هاد المواضيع نبقاو هنا نعاودو خرباقة درباقة نعاودو في هاد المواضيع كيما تنهضر أنا ماشي تنشكر نفسي هذا راه غادي بينا شي حاجة خايبة هادشي راه غادي بينا شي حاجة خايبة. واحد مولحانوت دخلوا عليه دقدقوه وداو ليه مسكين فلوسو تيقول داك مولحانوت كل وجهو عامر بالعصا واحد السوتي مسكين قال لك أودي اللي بقى فيا واحد الدويرة كنت غندفع واحد 3 مليون داوها ليه من هنايا وأنا كاري وبنت شدوها غادي تيغوتو شدو واحد البنت وكان ديز حدا واحد البلاصه فيه شي شويه الشجر تما فواحد الجردة وداك الشيء هزو بنت وبقاو داخلين بها تما شي تيعريها شي كذا ومن جاو الناس تيتجراو وهذا رصاو عليها مرصاو عليها ولقاو البنت تعراوها غادا مسكين غا في الطريق ساكن داو ليها لما تيكونوا غادي تيتجراو تيضربوا هذا يهرسوا فيترينا يطيحوا بيكالا يديروا كذا كذا كانهم اعداء الشعب كانهم اعداء الشعب. علاش؟ باش نقولوا للدول حنا وراه حنا دوله ديمقراطيه والشباب عندهم حقوق يديروا كذا ويديروا حق وكذا وكذا
خصنا نعاودوا النظر في هذه القضيه. هذه هادو راه تيوليو مجرمين غادي في المدينه، 2000 مجرم تلقى وحده غاده غاده في المدينه ديك ديك هرز داك طرف طرف طرف. وصلنا يضربونا البوليس ديالنا، ولاو البوليس ديالنا ياكلوا العصا. هاد الناس علاش اسيدي حنا غندخلوا هاد القاصرين؟ علاش غندخلوا القاصرين؟ كاع يدخلوا التيران يكون ظريف ولا ما ظريفش، قاصر ما يدخلش اسيدي، سير دير قريتك هوايه، سير هوايه شوف دارك. ومن تكون دري صغير باقي صغير شوف انت اختار لي الهوايه، عرض عليه واحد مجموعة الهوايات تختارهم انت اللي تقد تراقبوا فيهم انت. اختار لي الهوايه اللي تناسبوا وشوف انت راك عارف عندك تجربه. وثاني ما نطلقش ولدي انا يمشي ديال التيران بوحدو، ما نطلقش. عادات ديال الاطفال تغتصبوا من باب التيران، دخلوهم شي وحدين معاهم وما تيخرجش يخرجوا معاه. اقسم بالله عادات ديال الدري، وكان تيجي ساكت للدار ديالها ساكت تغتصب تغتصب وتبقى في حياته كلها وتغتصب. شحال واحد دخل ضربوه ودري دخل ضربوه، وتجي شحال واحد تعتقل كيما قلت لكم وتجي مو بدوك السدر عندك دوك داش قدام المحكمه وتقط هاز الزرايط تغوت طلقوا لينا ولادنا طلقوا لينا ولادنا. في كنتي كنتي في قنت ديال الدرب قالت ديال هذيك الطابليه حد هنايا هذيك ديك 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 التزاره ديالك وقالت مشى للكره حتى تيجيو يعلموها حتى 9 الليل حتى ولدك داوه البوليس في الكره. وين اش دار؟ راه شدوه مع دوك اللي يهرسوا الطوموبيل وداك الشيء. ولدي ما يهرس الطوموبيل ويلي اللي يهرس الطوموبيل. ها مصطفى رجل لابتي رجل لابتي عائشه نوضي بقاو غاديين قدامكم الكوميسار. السلام عليكم خويا واحد الدري ولدي سخرته قال لك شدوه البوليس تيدخل عند البوليس ولا لا شدوه تيهرس واحد الطوموبيلات. لا سيدي انا مسخره انا ولدي ما يمشي الكره انا مسخره وتدخسو. سمح لي الله يرحم باك خويا انا ماشي من داك النوع، خويا ما تيمشيش لذاك النوع، خويا معقول انا تنسخرو وتيمشي وتيجي. انا خويا مشيت للشغل ديال سمح لينا وتبقى تشد ولاد الشعب. عاش الملك ما تشدوش ولاد الشعب، دي ولاد الشعب دري صغار عباد الله ماشي حتى دري كبار دري صغار هكا عايشين هكا تيجاوبوا هادوك هادوك. ما عمري شتي امراه انا بقي يوم الدبعه وكذا وهذا ومثقفه واعيه وتقول لك ولدها تشد في الشغب. ما عرفت علاش ما عرفت علاش. غير هادوك تروازيام كلاس ديالنا ديال الحومتنا ديال دور عبو الريح مالطارقين ولادهم في التيرانات ويبقاو يهضروا قدام. ولكن المحكمه صافي بدلت الراي. واحد المره جا واحد الغفران، واحد المره جات واحد 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 سمحوا لهم واحد المره راه داس في المحكمه وخرجوا بزاف ما عاودوش سمحوا لهم مره اخرى ما عاودوش سمحوا لهم. تنحيي الناس ديال لي زيول طرا تنقول زيدوا خدموا زيدوا كثروا الناس ديال لي زيول طرا اللي اثروا هاد الناس عاونوا الشرطه. وتنقول رجال الشرطه او المسؤولين على رجال الامن وعلى المخازنيه والدرك الملكي اخويا نديروا حل مع هاد الشغب. نديروا حل مع هاد الشغب. هاد الكره اخويا تيستافدوا منها اللعابه الله يعاونهم طلب الخبز ديالهم تيستافدوا منها ذاك الكوميتي الفلوس اللي تيدخلوا. حنا بكري كنا تنمشيو للتيران الكره تتلعب الكاك مع اي فرقه تمشيو حنايا واحد 20 بوليسي و30 قادين التيران كانوا الناس تيحترموا وكنا تنتخلصوا. كنا سيرفيس بي تنتخلصوا في التيران. البوليس تيعرفوا هادشي. اليوم بوليس تخلصوا ما تخلصوش الله اعلم ولكن ما تنظنش بقاو يتخلصوا. هذا ماشي مشكله تيتخلصوا الماندا ديالهم. هذا كان سيرفيس بي الكوميتي ما تنداش كل شيء ديالكم. هذوك تيجمعوا فلوس خشب جيبو تيشوف حال ماشي شغلهم اللورط بام 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 بام. واليوم حنا كنا معاش تنمشيو تنمشيو مع الوحده اللي الماتش غيبدا مع الثلاثه والما تيسالي الماتش حنا تنقولوا جايين مع الناس بحالنا. اليوم بوليس تيجيو مع مع السبعه ومع الثمانيه ومع التسعود يجي تعرف مع التسعود ومن التسعود ما يجبدوا فيها البوليس من التسعود هما واقفين دوك البوليس. انا خدا لهم حزانون الا اللي جا مع شي مسكين شي كتخروط هما واقفين في الشمس هما المخازنيه ها ولا بعض الاماكن كاين حتى الجدرميه واقفين. وكان والعسكر خصنا نخليهم كاداليرت خصنا واحد القشله تبقى ربما توقع شي حاجه. وجبدوا دوك البوليس تيسالي الماتش ومشوا بلاصه ولي تتفرق لها تيتفرقوا كل شيء وبقاو يدوروا في المدينه. والله ما تيمشيو فحالهم هي حتى السبعه العشيه ولا الثمانيه بالله ما يمشيو. وغادي بداك الكار ديال اللعابه باسكورتي من قدام والله غادي به البوليس. اشنو واش اشنو واش شتي هذا واش واش تلعبوا حنا مع اسرائيل ماتش فرقه مغربيه مع فرقه مغربيه مدينة مع مغربيه تيوليو واحد الوقت تولي واحد العداوه ديال اسرائيل مع فلسطين الله يعلم لعبوا بعضياتهم ماتش كوره اللي الكار غادي مطوق من هنا وغادي مطوق من هنا وهذا وهذا والبوسي طيب مسكين عاد تيمشي في حالته. اما الا كان دخلت ضربوك بحال الماتش ديال الرباط وقع داك الشيء هذاك واش مشوط 11 12 الليل
عاد تقول سيروا في حالكم، واللي عنده الخدمه ديالو غيجي الصباح، اللي في 6 الصباح يجي يخدم الصباح. تما هذا الكحله اليوم بوليسنا اليوم تيقول حنا كنا والله العظيم تنفرحوا باش تيقول لك عندنا الماتش الكره تنتفرجوا وتنضحكوا وتنشوفوا تيقول تعال نتفرج. اليوم تيقول لك يا ودي فوق شي حيضه النهار، العيه ديال النهار ديال الماتش تخدم يومين ديال تمارة، عيان عيان تمارة ديال الكره ما بقاش احترام. والبوسي شتي ديك البوسي كان مره كيفاش خدمي القانون ما جبدوش الزراوط الكريموجين ديك السبب بقاو في نطاق القانون كنبقاو نهجموا عليهم، لا كنبقاو في القانون ديال الدفاع الشرعي. هجموا سدوا البيبان ديال التيران وندخلوا قوة صحيحة واللي غيتعتقد تعتقد داخل التيران، وندوا الكاميرات في كل بلاصة، كاميرات هنا وهنا وهنا وهنا، تنحيدوا هاد الميكروبات والجراثيم اللي ولاو محشمين بينا محشمين بلادنا. لا هما لا مواتهم اللي واقفين دابا قدام الحبس، مصممين قدام الحبس. جبت لكم الجريمة الأولى اللي وقعت، وجبت لكم الجريمة ديال البنت مسكينة مع داك الزحام ديال المشاغبين. كانت مرا ولات كانت بنت ولات مرا في 5 دقائق اش غتقول لدارها واش غتقول على مستقبلها. مول الحانوت اللي دخلت دار بوه جيران اللي سدوا البيبان، مول الطوموبيل شتي تاسي طوموبيل تو الطوموبيل واقفه بشع بشع يرسو الطوموبيل لما غيعاودها لاسيرونس من غيعاودها لما غيقولها الحوان تيتشدوا الطريق اللي تيدوزوا منها تبقاو يسدوا. والجمهور ديال الفرقه ديال اخرى تيدوا البوس اسكورتي يهبطوا من التران جوج جوج بقى البوس من هنا ومن هنا والبوس بالخيل. او شنو واقع علينا؟ يتخص واحد العقوبه تكون عقوبه جماعيه. واليوم الشعب 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 معايا والشعب باغي هذا الشيء، الشعب تيقول اه بارك علينا بهذا الشغب ودرتوا لينا ودرتوا لنا. نهار وقع في الرباط الرباطين كلهم وانا تمشي الرباط يومين الرباطين كنت تقول بارك من هذه الكره بارك من الشغب، اما نوقف الكره اما ندخلوا الصح مع هاد الناس، اما نوقفوا الكره اذا ما قدينا شيء باش هاد المشاغبين نحيدوهم نوقفوا خويا الكره. انا غتوقع لنا شي نهار شي مشكله خايبه. والحل اللي دا ليه بقوه القانون بالقانون والدفاع الشرعي البوليسي ونشوفوا هاد المشكل ديال القاصرين اللي تيدخلوا الكره يشوفوا القاصرين الله يعاون سيدي اش غدير الدوله؟ تم منعوا القاصرين ولوج ملاعب كرة القدم في عمر اقل من 18 عام. او صدع النم واللي بغى يهضر يهضر بغى يتكلم يتكلم يجي واحد يحاسبنا يقول والدراري ما الدراري تشوف راه التلفزيون تتفرج فيه صلاة النبي اليوم تيتغطاو بالدراري بحال دروع دروع بشريه البراش القدام اخرين اللور السمكريه والروينه والشفاره ولكن ولات واحد المجموعه تجي بعطاش الجريمه واحد النهار صحاب المشاغبين هادو بوليسي خدم تيلعبوا واحد صباط على بوليسي طب ضرب بوليسي من التربيه ضرب بوليسي بوليسي وقف واحد ضربه بصباط علاش؟ وما عند شنو البوليس حيت دابا البوليس ومخازيه حيت دار لهم امن في البلاد ومامنين لهم داك التيران وليه يهجموا عليهم هما شوف شوف الخير يهجموا على البوليس ويهجموا بلا حشمه بلا حياه ومضرقين وجههم وتيهجموا. عاودوا شوفوا داك الفيلم عاودوا شوفوا والله ما يتنسى ليا بالله. نتمنى من الله الحلقه توصل وانا تعصبت والله تعصبت وكل مره تنقول غنديرها 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 وشوف شحال ديال الملاحظات ولكن ما بقاش نقولهم كاملين. حتى الماتش الاخر اللي شفت انا ديال المنتخب كنت خايف تنقول الله يخرجها لاباس ولكن خرجت لاباس. ولكن تنقول المدير العام امن وطني والقائد على القوى ديال 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 القوى المساعده والدرك الملكي تنقول راه الشعب معكم اسيدي راه الشعب المغربي مع الامن ضد المشاغبين. إذا كنا حنا تنخمو غير بلادنا وشعبنا ووطننا راه الشعب مع الشعب كله ضد المشاغبين في الملاعب ديال الكرة ضدهم. وتنقول للقضاة راه الشعب معاكم حكموا ضربوا ضربوا حكموا حكموا طبقوا الفصول 09-09 اللي كاين تتعرض بالشغب طبقوا بحذافيره فعلوه. الله ينصر سيدنا والله يعاون رجال الأمن ديالنا القوى المساعدة والدرك الملكي جميع المؤسسة الأمنية بالمغرب. وتنعاود نكررها ونقولها لا الناس العدل ولا الناس الامن ولا جميع المؤسسات راه المغاربه المواطنين اليوم راهم ضد الشغب ضد الملاعب وراه حتى واحد ما غيقول علاش درتو ما فعليهم ضربوا بيدي من حديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.